ظهرت عارية في السرير. يا ريت يا ريت يا ريت. شو انا صحافه اللي انتم بتستضيفون عاملين اون ستار بيقولوا ميريام كلينك تغطت بحمارتها مثلا ظهرت عاريه في السرير. عاد وين عاريه لبسه شاشه عاد بفيديو فاضح ميريام كلينك تثير الجدل. هيدي كلمه فاضح وما بعرف شو سيرة جد هول عن جد بزرزحوا لي بدنس. وين الفضيحه؟ انت فاضح وين الناس بيعملوا فضايح ما حدا بيجيب سيرتهم بيطلع مسترة مشارشف صغير قصير انه اما موديل